قولي لي، بيطلع ساعات معاكي رقصه ولا بترفضي؟ لا مش برفض، بس ماليش دعوه يعني. انا مش هحكم على فرح بتاع ناس. انا رايحه يعني لو جايبين رقصه عادي بتتعاملي عادي؟ عادي، هي بتشتغل شغلها بقى قدام او حاجه، انا ليا فرقتي اللي انا مستسلمه نفسي معاها، دي شغلي. ها بتطلع رقصات او بس عارفه ان الرقصه بتبقى معاها فرقتها؟ لا في ناس ما معهاش فرقتها بتطلع علينا مثلا بيشتغل. طب ايه اغرب الموقف اللي حصلت لك مع مع رقصات؟ اصل الافراح الشعبي بالذات بنشوف فيها يعني رقصات لبسهم مختلف وسلوكهم مختلف ورقصهم مختلف. هما بيعملوا مشاكل يعني، لو عملوا مشكله او حاجه بتبقى كل مع نفسهم. ها. يعني عارفه الفرقه دي بتبقى زي ما بيقولوا كده ايه، ارضيه الفرح. ارضيه الفرح يعني انا موجوده من اول الفرح لاخره، بشغل اللي بيطلع عليا. اللي بيحصل معاه مشكله بيحصل مع الشخص نفسه بقى، هي ممكن تحصل معاه هي مشكله. من اي نوع؟ مشكله مثلا مضايقات بقى او حاجه او بح على حسب. بتعملي ايه في الموقف اللي زي كده لو الرقاصه وحصلت مضايقات وخناقه والدنيا زوطت بقى؟ ماليش دعوه. بتعملي مالكيش دعوه؟ ماليش دعوه، ما حصلتش معايا، ماليش دعوه. بتجري بالامانه ولا بتقعدي تكملي؟ لا ما المشكله مش معايا. اه المشكله مش معايا، ليه اجري؟ انا فرقتي، انا واحده راجل. انت ارضيه الفرح. انا راجل، انا ما ينفعش امشي في كل الظروف. لو ايه بالذي حصل في الفرح ما ينفعش امشي لاخر الفرح. طب ايه الموقف الغريبه اللي حصلت معاكي؟ ممكن موقف حصل لي، كان في حد بيرقص مسمار وكده وماسك العاب ناريه. فالالعاب دي المفروض بتضرب في السماء صواريخ كده، بتطلع صواريخ اليدوي. دي ولا اللي هي الضخمه اللي بتتحط على الارض؟ لا مش اللي على الارض، هو في شباب بتمسك صواريخ كده وبتضرب صواريخ في السماء كده، بيطلع حوالي 12 صاروخ او حاجه زي كده. فهي بدل ما تضرب في السماء ضربت في الفرقه. يا نهار ابيض. وقعت منه، ضربت اتجاه الفرقه. وعملتوا ايه؟ طلعتوا تجروا؟ طبعا هو كلهم جروا، ما لقيتش حد. انت ما لقيتيش حد؟ كلهم اساسا كله جري. بس طلعوا بعد كده بقى. بس في، بس انا بقى خدت يعني موقف مع نفسي اللي لو في العاب زي كده يدويه او حاجه لا بلاش، عشان ده برده بيوقف بقيتي الشغل. بقيتي تحطي شروط انه مش يا ريت لا اوقف الشغل مثلا، انا في ايدي اوقف الشغل، بوقف الشغل واقول له لو سمحت في ناس اتاذت معايا او اتعورت بسبب الحاجات دي، ممكن بلاش عشان نكمل كويس وكده. في سلامات معينه بتطلب منك في الافراح؟ سلامات غريبه مثلا؟ على حسب ذوق الشخص اللي بيطلع يطلب. في ناس بتطلب مهرجانات، في ناس تطلب قديم، في ناس تقول لك سمعيني حاجه كويسه، سمعهم على مزاجي حاجه كويسه. ها. على حسب مين اللي بيطلب يعني، اهل العروسه، اهل العريس، المعازيم، مين اللي بيبقى مسيطر على المعازيم ولا اللي بينقط هو اللي بيطلب؟ ولا تمشي ازاي الدنيا يعني؟ هو دلوقتي ما عادش فيه كتير يعني الموضوع النقطه والحاجات دي، لان ما عادش فيه نقطه زي زمان. لا يعني هو بيبقى اغلبيتها الفرح جايبين مطربين، ثلاث مطربين، اربع مطربين او اربع مطربات يعني على حسب اختيارهم هم. كل مطرب بيطلع عامل سكور لنفسه، عامل سلامات لنفسه. انا ممكن اكون عامله بين كل مطرب ومطرب نص ساعه ليا، مشعبه اغنيتين، قايله مهرجان بطريقه معينه بقوله بين المطرب والمطرب. والمطرب بيطلع على حسب ذوقه، انا هقول كذا، حاضر من المقام كذا، حاضر بس معاه، بنطلع كلنا حلوين مع بعض وبس. حلو. انا عجبني كلمتين قلتيهم، ان انت ارضيه الفرح وان كلكم حلوين مع بعض ما شاء الله، ما فيش مشاكل بتحصل والدنيا بتمشي سلسه. لا اصل انا من غيرهم ما ينفعش وهما من غيري برضو يعني، عارفه بنمشي بعضنا. طبعا بتكملوا بعض.